اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم مره تانية. دي شقه من وصاله للريسبشن، مطبخ امريكي. الميزه بتاعت الشقه دي ان كل غرفه فيها تلفزيون. احنا كده في الريسبشن، بعدين التواليت، برضو الحمام هنا باب الازاز، وبعدين هنا غساله هاف اوتوماتيك. طبعا الشقه كلها سيراميك. دي الغرفه اللي هي غرفه النوم. هنا فيها البلكونه، تكييفات سبليت. الميزة زي ما قلت لكم ان في الشقة دي ان كل غرفة فيها تلفزيون، وبعدين دي فيها بلكونة. الحاجة التانية ان الغرفة التانية بس مفيهاش بلكونة، فيها شباك. تكييفات سبليت طبعا زي ما قلنا. الفرش ما شاء الله، تلفزيون في كل غرفة، في تلاجة تانية، في تلاجة هنا صغيرة. طبعا